السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أش طاري مع العطاري. اللي طاري جانا من بريطانيا، قال لك السيدي ونواد أنه المعهد البريطاني فاميلي أنه 8 مليون امرأة مغربية في سن الزواج غير متزوجة. هادشي علاش؟ غنعرفو كيفاش وعلاش. يلا معايا. قال لك السيدي دار واحد الدراسة، اييه 8 مليون امرأة مغربية في سن الزواج بلا زواج. واش جاو داروها في المغرب في ارض الواقع ولا؟ والله اخويا انا بحالك اخويا. هادشي اللي كاين. غادي خصنا دابا نسولو بريطاني كيفاش تعاقوا بينا. هذا هو المشكلة. بريفير غتخسر بلا ما نهز لي ديبونس ديالي انا وان نوتر هوم. اللهم لي ديبونس جاو لي بوحدي. عندي واحد الدراية وعندي احصائيات في هاد لو دومين هذا. تبان الاحصائيات ديال بريطانيا. ياو ياو. جو ترافاي بور موا ميم. دكور ولا. احصائيات عندنا من هنا. خاصنا شوية ديال الوعي و تو فا بيان باسي. Je sais pour moi-même, c'est tout. Mais là où parce que c'est uniquement c'est la nature, tabiaïa. Il y a tabiaïa, comme elle zouerait zouz, inchallah, c'est zouz. C'est la nature, the nature. Boulala. Alors, je serai à ton arbre. Monsieur, je suis à ton arbre. Je suis à ton arbre. Je suis à ton arbre. Il y a l'air. L'air de l'air, il y a une autre. ما كاينش خدمه، ما كاينش بزاف، ما كاينش مهمات. بنات الناس قلال وولد الناس قلال. فهمتيني شنو بغيت نقول؟ فهمتيني؟ ما غاديش نحكم على المراه بوحدها، وحتى الراجل ما غاديش نحكم عليه، حيت حتى الحياه الماديه كتكون بعض المرات صعيبه. الراجل باش غادي يمشي يتزوج خصو بزاف د الحوايج، خصو يخدم، خصو يكون عنده بزاف د الشروط اللي غادي تقبل بهم كأنثى. الحظ صافي، نهضروا على الحظ شويه ديال الحظ. نتصلوا بصديق؟ نتصلوا بصديق ديالك. واه فين جبتي علينا؟ واه هلا ودي هضر صافي. جو مي دي وقيلا هي الفيل ترافاي، دونك لا بليبار دي فام فيل ترافاي، دوكو بريفير ريست سيليباتار. 8 ديال المليون ديال المغربيات. اه السن ديال الجواز ما تزوجوش وما تزوجوش. علاش اخويا الحوتي هذه النسبه زعما مرتفعه ديال الجواز وما تزوجوش؟ علاش؟ يا ربي تغمد على عينيها ونحضروا في العرس ديالها. رحنا توحشنا العرس. مرحبا بك. بلا عرس بلا والو جيو نتوما كاع وسكوره مرحبا. هذه هي وميم ما مفرقينش. هاد ميم هذا مهلف. كاينه 8 مليون باغيين يتزوجوا، وكاينين 16 مليون بغينا يتصاحبوا. بزاف البنات الله يهديهم ولاو باغين دار طوموبيل، بزاف الشروط. خص الراجل كتقول لك باغي راجل كامل مكمول. الحل تنقول لك الله يهدي الشباب يتزوجوا. الله يهدي السيد الله يعمرها دار. الله يلا بقي الله يلا الله يلا بقينا فيها حنا. البنات ولاو كيطلبوا بزاف. ولاو كيطلبوا. والولاد مالهم؟ ما غاديين على قد الحال. الله يلا مساك انتم الولاد. شي انا كنجي منكم. راه هادشي كامل اختي وما تساليني حلو. راه نهار السبت ما عندي ما يدير في العشيه، راه بغيت العراساتي كذا. ايه والله راه باغا العراده. الله يكثر في العراده. هادشي اللي مخرجني اختي. تزوجوا عباد الله. نقول لك الزواج غيقسموا النصيب، النهار كيكتب لك الله راه تيتغمضوا لك العينين، ما كتعرفش كيفاش كطيح. انك تبغي تزوج وتكون اسره وكتلقى لا بيرسون اللي باغي تكمل معاه حياتك، ما مرتاحش ماديا. رجعوا للدين ديالنا الاسلامي. فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. الا درنا هذه القضيه غنقضيو عليك 8 مليون.